منيح، دائما بدي اشوف الابتسامة على وشكن. لازم الطاقة الإيجابية بهالبيت تنحس منكن أول شي. شو هاد؟ شد لي ظهرك، لساتك شب، لازم تكون إذنكم معنا على طول. لما حدا بيطلب شي بيحضر الشي. شو يعني بصير بالبيت؟ ناجية كمان شو صاير لأمي بالضبط؟ اللي بيشوفها بيفكر إنه عاملين عزيمة لشي 100 شخص. لك ابني أنت ما بتعرفها لأمها، لما بتلاقي فرصة تتفشخر فيها ما بتروح بنوب. طيب اليوم رح نبدأ بتحدي صعب بس رح يكون ممتع كتير، أكيد رح تنبسطوا. من لحظة اللي بيفوتوا فيها الضيوف للحظة اللي بيطلعوا ما بدي أي مشاكل بنوب. انتوا إذا نمتوا بتموتوا، يعني شروط الأرض والجو مناسبة. أرجوني الهمة، يلا يا رجال تحركوا فورا. شو صار لي أنا؟ ليش ما بدلتي لهلا؟ يا خانم أنا ما فيني ألبس هداك اللبس لو سمحتي بلا. ناجية اعملي اللي بقلك إياه، بدك توقفي قدام العالم بهالمنظر؟ مديحة خانم شو بدك فيني؟ أنت لهلا ما لبستي، رح يوصلوا بعد شوي. لسه ما جهزت حالي؟ شو هالنسوة هي؟ صار لي ساعتين عم علمكن شغلكن. ناجية روحي بدلي تيابك فورا وأنا ما بطول، يلا انصراف خفية. مين انت ولا؟ يا خانم انا بس يعني انا ناجي الدكتور ناجي، وهلا بالبيت عندكم الجرسون ناجي. ايه لك شو هالنسوة هي؟ امشي معي يلا قبل ما حدا يشوفك، امشي معي لشوف. لوين اخذتيني؟ طيب امشي لشوف. شبك يوشحتيني. ليكن وصلوا جماعة. ناجية افتحي الباب انتي. وين هي ناجية؟ ليش ما عم تفتح الباب؟ شو بيعرفني جدي؟ عشان انت افتح الباب ابني. طيب رح اقوم افتح. امشي معي من هون، يلا يلا بسرعة. يا بفوت القبر يبعت لك اطلق. يا اهلين. مرحبا، كيفك حياتي؟ منيحة. اهلا وسهلا. كيفك ابني جان؟ كتير منيح. شو اخبارك جان؟ تمام الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يا اهلين وسهلين، شرفتونا. اهلين فيك اسماعيل بيه. يا ميت مرحبا، إلنا زمان ما اجتمعنا هالجمعة الحلوة. تفضلوا لو سمحتوا. فوتي بنتي فوتي، تفضلي. جان أنا خايف أمك المصروعة كرمال ترجع شباب سمم حالة من بخ البرفانات. متعودة جدي لا تخاف علي، ما بيصير لشي، تعال. طيب ماشي يلا. لك بدك تروحي وتتركيني هون لحالي؟ بعد ما كان ناقصني غيرك، خليني اطلع بالأول وبعدين اطلع. استناني. طيب استنى. الله يلعن هالمنظر، يلعن المنظر. لا تتحرك. طلعي انت، طلعي. ليش تأخرت مديحة؟ لتكون ما بدها تستضيفنا. إلا مو معقول، شو هالحكي اللي عم تحكيه هاد؟ صرنا من الصبح لهلا عم تحضر التحضيرات على شرف زيارتكم إلنا. ابني جان قوم شوف أمك ليش تأخرت. قوم ماشي مثل ما بدك. أي بشوف. قولولي إن شاء الله ما تعذبتوا بهالسفرة. بصراحة أنا ما تعذبت بنوب، كنت نايم طول الطريق. كتير منيح. يعني مثل ما بتعرف السفر بتعب ولازم الواحد يرتاح. معك حق يا بنتي. رح يجوا بكرة من الوزارة كرمال سمعوا، وأنت لازم تكون موجود، وجودك كتير ضروري. أهلا وسهلا فيكم. إيه رايح على المطبخ شوف شو صار معهم بالأكل، ما بطول أكيد بتكونوا شعتوا. خذ راحتك. طالعوا الصحون اللي هنيك كمان، يلا خفوا ايدكم شوي والكاسات نزلوهم بسرعة. ناجية شو هاد اللي لابستي؟ لا تذكرني، هي طلبات الست مديحة. ليش شو طلبت مني؟ شو اعمل يا بيك، عندت بدها تلبسني الثياب اللي جابتهم. بالله شو هالثياب، ورجيني لشوف. ولي شو هاد، استغفر الله على شوفي. طلع قدامك انت وياه. لك شو هالتياب هاي، شو هاد، شو هاد جنة المخلوقة، طقوا في وزاتها ما عاد في عقل. اهلا وسهلا شرفتونا. شو اعمل هلا شو؟
وين بنتي؟ دقيقة عمي، ما تأخذوني، حياتي صارت معي قصة بآخر لحظة. أهلين وسهلين. أهلين فيكي. شو هالحلاوة؟ أهلين نورهان. أهلين أكرم، شرفتونا. حبيبتي رفيف، يا أهلين. أمي نحن جعنا كتير، مننتقل على الطاولة؟ طبعا، يلا تفضلوا تفضلوا يا جماعة. ناجية بعتي الجراسين. نورهان تفضلي عدي بالنص لو سمحتي. أكرم اقعد جنب عمي. ماشي. جان أنت اقعد جنب حماتك، وبنتي الغالية رفيف جنبي. ويني وينك؟ مديحة، محضرة أكلات بتاخد العقل يسلم هالإيدين. ما في شي من واجبكن حبيبتي. طالعيني طالعيني عملك. يا خانم يا خانم، لحظة شوي لحظة. صحتين وهنا. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.